أصدقائي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم جبت لكم طريقة الدخول للسيفر المطورين وأيضاً كيف تحصل على كود التنشيط. بس لكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. وهلق بترككم مشاهدة ممتعة. وهلق أول شيء بندخل على الكروم أو جوجل، بنكتب هاي الكلمة FF Advinis، خلينا نمسحها ونكتب لهم الاول مثل ما نكون شايفين اف اف ولحالي بطلع لكم اياها. وبعدين هلا قبل ما ندخل على الرابط ندخل على الاعدادات، وبعدين ندخل هون على اللغات، وبعدين ندخل لغه الكروم، ننزل لتحت ونختار اللغه البرتغاليه البرازيلي مشان يعطونا الكود، هيك بيعطونا الكود اسرع. ومثل ما نكون شايفين اعطاني تعز، خلينا نختار الثاني مثلا البرتغال البرتغالي، اعطاني تعزم. هلا لحل هاي المشكلة لازم ندخل على برنامج اسمه الفيبين، يعني كلكم بتعرفوا برنامج الفيبين، اللي ما بيعرفوا راح اترك له رابطه تحت بصندوق الوصف يثبته عنده، وبس عليه انه يتصل بالفيبين بيمشي حاله. مثل ما كنتوا شايفين اعطاني تم الاتصال. وهلا خلينا ندخل على نتخطى هذا الاعلان، ومثل ما كنتوا شايفين اعطاني تم الاتصال بالبرنامج. هلا خلينا ندخل على الكروم، هلا خلينا ندخل على الكروم مثل ما نكون شايفين، خلينا ندخل على الاعدادات وبعدين نختار اللغات، وبعدين نختار لغة الكروم، وبعدين نختار البرتغال البرازيلي. وهو بدنا نستنى شوي لانه عم يعطينا جار تنزيل الحزمة، وهيك تحملت معنا الحزمة، عم يعطينا يرجى اعادة تشغيل البرنامج. خلينا نطلع منه، خلينا نرجع من الاول مثل ما نكون شايفين اعطاني. وهلا خلينا ندخل على الرابط، بس اول شي خلينا نطفي برنامج الفيبين. هلا انا طفيت برنامج الفيبين مثل ما نكون شايفين، هيك دخلنا على الموقع، وهيك اعطاني اني لازم سجل بحساب فيسبوك او حساب جوجل، وهاي اللمحة عن التحديث مثل ما نكون شايفين بيبدأ بخمسة 12 بينتهي بخمسة 23. هلا خلينا ندخل بحساب جوجل، مدري ليش هيك عم بطول شوي، نستنى شوي. وطبعا انا استنيت شي ربع ساعة ولحد الان ما فاتت على التسجيل. ليك مثل ما نكون شايفين انا سرعت حاليا 20 مدري 16% ولحد الان، يعني مبين مسرع الفيديو ولحد الان يعني ما فوتني على رابط التسجيل. مشان نحل هاي المشكلة هلق راح نلاقي لها حل ونرجع لكم بعد اكثر من ربع ساعة حتى لقيت الحل. مثل ما نكون شايفين اول شيء بندخل على القفل، وبعدين ندخل على القفل وتحت في خيار الازرق بنضغط عليه بيعطينا يمكن تصفير او محو، المهم ندخل على القفل مرة تانية ونختار السجل ونمسح هدول الخيارين، بعدين بنرجع ندخل عليه مرة تانية وبندخل على الخيار الازرق، وبعدين بنروح الصفحة ونرجع بندخل على الرابط نفسه. هلا خلينا نرجع نسجل فيه، ومثل ما نكون شايفين خلينا نرجع ندخل جوجل وان شاء الله بتنحل معنا المشكلة. وهيك بعد دقيقتين انحلت معنا المشكلة، استنينا وهيك اعطاني تسجيل الدخول بالايميل. هلا راح ندخل الايميل وكلمة سر ونرجع. وهيك مثل ما نكون شايفين اعطاني تم تسجيل الدخول، وخلينا نستنى. ومثل ما نكون شايفين اعطاني ادخل ايميل، ما بعرف تو دخلنا حساب، المهم راح ندخل حساب ونرجع. ومثل ما نكون شايفين هيك دخلنا واعطانا اشارة صح معناتها انه تمام. ومثل ما نكون شايفين اعطاني هون، خلينا نترجمها، بظن هاي تحميل، خلينا نعطيه الترجمة شلون نغيرها، خلينا نضغط على ثلاث نقاط. ايه تمام، وخلينا نغيرها هون مكتوب هيك كلمة عربي، ايه هاي عربي بالاجنبي مكتوبة. المهم هون اعطاني نحن نتحقق من تسجيلك، تسجيلك معلق حاليا، واعطاني هون تحميل. طبعا ما بدي احملها مشان ما تقل على الجهاز، لانه راح ثبتها على الفاضي اذا ما في كود التنشيط. طبعا كود التنشيط هذا بيجي بعد يوم او يومين من تسجيلك،
لذلك ان شاء الله رح نعملكم فيديو، بس اعطونا الكود وانتي مالك خسران شي، بس عليك انك تسجل في هذا الرابط وبس. احتمال يظهر معك الكود هلق انت عم بتسجل، بس انا هلق حاليا اعطاني انه تسجيلك معلق، يعني لازم ارجع بعد يوم او يومين مشان اشوف المطورين اني قبلت ولا لا. وهيك بكون انتهى مقطع اليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو بكل مكان، وبس هيك بكون انتهى مقطع اليوم والى اللقاء.